آخر مقاتل في الحرب العالمية الثانية استسلم بعد 30 عام. الملازم ثاني هيرو أنودا ولد في 19 مارس 1922، وهو ضابط استطلاع في الجيش الياباني، قاتل في الحرب العالمية الثانية ولم يستسلم حتى عام 1974. يعد آخر جندي استسلم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث ظل مختبئاً في أدغال الفلبين لمدة 30 سنة، حيث يعد المقاتل الذي رفض الاستسلام 30 عاماً حتى سنة 1974، حين قرر تسليم نفسه للجيش الفلبيني. رفض أنودا أن يصدق بأن الحرب العالمية انتهت سنة 1945 وأن الجيش الياباني خسرها، فقرر الاختفاء في الأدغال برفقة 2 من زملائه وخاض حرب عصابات قتل خلالها 30 شخصاً اشتبه أنهم من أعداء اليابان. قصة أنودا عرفت للمرة الأولى سنة 1950، حين عاد أحد الجنود اليابانيين 3 إلى بلاده، وأخبر قيادة الجيش بأن جنديين 2 يابانيون آخرون مختبئين بأدغال الفلبين. على أثر ذلك ألقت الطائرات اليابانية منشورات في جزيرة لوبانغ الفلبينية التي كان يختبئ فيها أنودا ورفيقه الآخر، تخبرهما فيما أن الحرب قد انتهت وأن الجيش الياباني هزم منذ زمن، غير أن أنودا ورفيقه المخلصين للإمبراطور الياباني لم يصدق ذلك وظل في موقعهم القتالي، بل واشتبك مع الجنود الفلبين عدة مرات دون أن يتمكنوا من إلقاء القبض عليهما. وبحلول سنة 1959 ظنت اليابان والفلبين أن أنودا ورفيقه توفيا، فأوقفت عمليات البحث عنهما، غير أنه في سنة 1972 عرف بمقتل رفيق أنودا بعد اشتباك مع جنود فلبينيين، فيما بقي هو على قيد الحياة وتمكن من الفرار مجدداً. أرسلت بعد ذلك اليابان أفرادا من أجل إقناعه بالعودة إلى بلاده، غير أنه رفض مجدداً مناقشة الفكرة. اقتنع أنودا بالعودة إلى بلاده بعد أن أرسل طوكيو قائده العسكري السابق من أجل إقناعه بالعودة، وهو ما تم أخيراً سنة 1974. ومباشرة بعد عودته اليابان أكد أنه لم يكن يفكر في أي شيء سوى تنفيذ الأوامر فقط. وقال أنودا لاحقاً أنه ظن أن محاولات إثنائه كانت بفعل حكومة ضعيفة وضعتها الولايات المتحدة على رأس الحكم بعد الحرب. استفاد أنودا من عفو الرئيس الفلبيني آنذاك فرديناند ماركوس لقتله جنود فلبينيين، وقرر بعد ذلك الهجرة إلى البرازيل وعمل كمزارع هناك قبل أن يعود لليابان سنة 1984 ويعيش حياة طبيعية حتى وفاته. توفي يوم الخميس 17 من يناير 2014 بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة في منزله بولاية أوكاياما باليابان عن عمر ناهز 91 عاماً.